معكم هلا المطوع، أنا خريجة جامعة الخليج. دخلت جامعة الخليج في فبراير 2005 وكنت من أول دفعة تلتحق في هذه الجامعة، فكانت في 2002. الفائدة من جامعة الخليج استفدت منها فائدة عظيمة، كسبتنا من العلم ومن المهارات اللي تتطلبها أعمالنا في المستقبل ما بعد التخرج. استفدت منها في الجانب الأكاديمي أكيد، وأيضاً على المستوى العلاقات الاجتماعية وصقل المواهب من خلال الأنشطة اللي مارسناها. من المواقف اللي ما أنساها أيام الجامعة هو تأسيسنا لشوكلتنس. كنت أذكر اللحظة اللي كنا نبيع فيها الكيك، شلون كنا طلبة الجامعة ودخلنا من أول مشاركة لنا بوث نبيع كيكة 400 دينار باليوم. أنا تم اختياري أني ألقي كلمة الحفل، وكانت من أجمل اللحظات واللي مستحيل أنساها. لكل خريج يطمح أنه يقدر يستثمر وقته، ما في شك أنه أنصح وبقوة أنه يدخل جامعة الخليج العمانية.